السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن توبيك جديد، نوع جديد من السوليد دوزج فورمز، الا وهو التابلت. قال لي ايه التابلت؟ هي عباره عن ايه؟ التابلت هي عباره عن pharmaceutical solid dosage form containing the medication with or without excipient and prepared either by compression or molding method. يعني ايه الكلام ده؟ التابلت هي في الاساس سوليد دوزج فورم، بيبقى فيها الاكتف فارماسيوتيكال انجريدينت، بيبقى فيها الماده الفعاله لوحدها او بيبقى معاها اكسيبينتس ثانيه، الماده الفعاله لوحدها او بيبقى معاها مواد غير فعاله ثانيه، وبحضرها بطريقه من اثنين، يا اما الدايركت كومبريشن تكنيك وده الاشهر، او المولدنج ميثود ان انا بستخدم مولد معين، بستخدم قالب معين احضر فيه التابلتس دي. طيب التابلتس انواعها كتير، عندنا مثلا الشيوابل تابلتس زي الاسبوسيب كده، اسبرين الاطفال، دي تابلتس انت بتنضمها و بتبقى مخصصه اكتر للاطفال. تابلتس ار disintegrated ان اوت بتوين ذيس بيفور انجزيشن، يعني انت بتكسرها باسنانك قبل ما تتبلع. عندنا السابلينجوال تابلتس زي اقراص الداينايترا كده، ودي بتتساب تحت اللسان وبتبقى انتندد انها تطلع الدواء في الاورال ميوكوزا، بتمتص بسرعه من الاورال ميوكوزا وبنتغلب على الكريستماس افكت. عندنا اللوسج تابلتس زي الستريبسولز، ودي مني بتبقى انتندد انها تديني لوكال افكت في الميوكس ميمبرين اوف بروت، بتديني لوكال. كنا اتكلمنا عنها في التوبيك بتاع الافرفيسنس برودكت، وقلنا ان دي بيبقى فيها اسيد مع صوديوم بايكارب، وبوجود الميه بيتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي الكربون دايوكسيد، وقلنا زي الفيتاسيد سي والفيتاسيد كالسيوم وسيفامول فوار. عندنا الانتريك كوت تابلتس، وهنا التابلتس انا بعمل لها كوتنج او بغلفها بماده ما بتتاثرش في الجاستريك ميديا اوف ستومك، يعني بجيب القرص بتاعي واغلفه بماده ثانيه مش هتتاثر بالوسط الحامضي بتاع المعده، وبالتالي الدواء بتاعي مش هيخرج في المعده، انما ممكن يبدا يخرج في الوسط القلوي بتاع الانتستين بتاع الامعاء، وده يا اما لان الدواء بيأثر على الاستومك، يا اما الدواء بيتكسر في الاسيديك ميديا بتاعت الاستومك، يا اما ان الدواء ما بيمتصش في الاسيديك ميديا وبيمتص احسن في الالكالاين ميديا فعايزه يطلع في الالكالاين ميديا. عندي الشوجر كوت التابلتس، وهنا انا التابلت هغلفها بغلاف من ماده سكريه، وده مينلي بيبقى عشان نحمي القرص، وكمان عشان نماسك ديس اجريبل تيست، لو المواد المستخدمه في نقط القرص ليها طعم غير مستساغ فبنغلفها بالشوجر كوت عشان نماسك او نتغلب على الطعم ده. عندي السستيند ريليس تابلتس، ودي التابلتس اللي هتديني تاثير على مدى طويل، بتخرج الدواء ببطء شديد وبالتالي بيمتص على فتره زمنيه اطول، فبدل ما انا باخد القرص مثلا ثلاث اربع مرات في اليوم، لا اخده مرتين بس في اليوم، او مره واحده بس في اليوم. هتصور اتفقنا ان التابلتس مينلي بتتحضر باي كومبريشن او باي مولدنج ميثودز، مينلي التابلتس بتتحضر باي دايركت كومبريشن اللي هو الكابس، ومينلي ما بيبقاش الماده الفعاله لوحدها، احنا عندنا مثلا لراس تلاقي تركيز الماده الفعاله فيها 2 مللي جرام، هندرس ازاي 2 مللي جرام مش هعرف قليلين قوي، فبتحط معاها مواد ثانيه، بتحط معاها حاجه زي الفيلرز، الفيلرز او الديليوانس دي حاجه بتزود حجم القرص بتاعي، تمام؟ زي المايكرو كريستالاين سيلوز، زي السبراي درايد لاكتوز وغيرهم كتير. بستخدم بايندرز، البايندرز دي هي اللي بتساعد مكونات القرص على انها تتماسك مع بعض. بستخدم طبعا ديسنتجرانتس، الديسنتجرانتس ده هو اللي هيخلي القرص يتفتت بسرعه في الاستومك او اول ما يلامس السكريشنز بتاعت البودي فلويدز. مينلي الديسنتجرانتس دي بتمتص ميه جواها، بعد كده يحصل لها بيرست تتفرقع. طبعا في ديسنتجرانتس بتشتغل بتكنيكس كتير، بس ده واحد من التكنيكس دي، هي هتمتص الميه جواها حجمها يزيد فتبدا تفرقع، فالقرص بتاعك يتفكك، وبالتالي بعدها يحصل له ديسوليوشن، انت بعدها يحصل له ديسوليوشن، هتدوب في البادي سكريشن ومن ثم تبدا تمتص. فالديسنتجرنس حاجه مهمه جدا في الكومبريس تابلت. بنستخدم حاجه زي اللوبريكنتس عشان تمنع الاحتكاك بين المواد بتاعت اللي انا مستخدمها وبين اجزاء المكنه اللي هتستخدم في الكبس. ساعات بنستخدم الحاجات اللي هتعمل الموديفايد ريليز او هتخلي زي ما قلنا كده زي السستند ريليز، بستخدم مواد
هتخلي الدواء بتاعي يخرج على فترة زمنية طويلة، هستخدم مواد تعدل لي في معدل خروج الدواء بتاعي بطريقة ما. تمام؟ طيب احنا مش هنتكلم عن مش هنخوض كتير في موضوع الكومبريس تابلتس، احنا هيهمنا في السكشن ده المولدد تابلتس او بنسميهم تابلت تريتشرز. في فيديو تاني هينزل لك لطريقة شغل العملي، روح اتفرج عليه قبل ما نكمل السكشن ده عشان تبقى فاهم معانا اكتر what is meant by molded tablets او يعني ايه tablet treatments. لما تتفرج على الفيديو التاني ده هتشوف ان المولد بتاع التابلت ده بيبقى فيه اخرام مدوره كده، هي دي اللي هنملاها بالباودر، وبالتالي شكل القرص النهائي هيبقى على حسب شكل الاخرام المدوره اللي موجوده في المولد ده. فقال لي يا سيدي الفاضل ان التابلت ريتويتس دي ديسك لايك ماسز اوف مولد بولدر، احنا جبنا بولدر عملنا لها موستنج بسولفنت معين زي ما عملنا في الريفرسنج جرانيولز كده، بس هنا احنا بنستخدم 70% الكحول، هناك بنستخدم 95% الكحول، هنا انا هستخدم معايا من 50 ل 80% الكحول، بس احنا هنشتغل السكشن دي 70% الكحول. فانا جبت البودره بتاعتي عملت لها مويستنج في الالكوحول، وبعد كده ابتديت املاها في الفراغات بتاعه المول. طب بما ان الفراغات دي على شكل ديسك مدوره ثريد كيل زي الاسطوانه، فالقرص النهائي بتاعي هيطلع لي على شكل ديسك او هيطلع لي ثريد كيل زي الاسطوانات كده، فنقول ان التابلت ريتريتس ار ديسك لايك ماسز اوف مولدد باودر. طب هي عباره عن ايه؟ احنا جبنا الماده الفعاله بتاعتنا مزجناها مع الديليمنت او الفيلر، وبعدين ابتدينا نعمل لها مويسترنج بالالكحول. طيب في البلين تابلتس انت بتشتغل بالديلونت بس، في الميديكيتد تابلتس بيبقى الديلونت او الفيلر مع الاكتف فارماسيوتيكال انجريدينت بتاعتك مع الماده الفعاله بتاعتك. ابتدينا نعمل لها مويسترنج، اتفقنا ان احنا هنستخدم المره دي 70% الكحول، وبعد كده ابتديت احطهم في المولد عشان ياخدوا شكل المولد واسيبهم. هسيبهم ليه؟ هسيبهم عشان يحصل ايفابوريشن للمويسترنج ايجنت اللي انت استخدمته ده. هيحصل ايفابوريشن للليكويد اللي انت استخدمته ده اللي هو في حالتنا هنا هو الالكوحول. طيب تفتكر التابلتس اللي هتطلع لك بقى من المولد التابلتس دي، تابلتس انت مستخدم فيها كومبريشن فورس ضعيفه، انت عامل لها كومبريشن بايدك، حملت عليها بريشر بايدك بس مش بمكنه ولا حاجه، فانت عامل عليها بريشر قليل، مستخدم عليها كومبريشن قليل، من المتوقع ان القرص اللي هيطلع لي هنا مش هيبقى قرص هارد زي اللي طالع من مكنه الكبس، لا هو بيبقى قرص سوفت شويه، هو اصلا ديزايند عشان يحصل له رابيد ديسنتجريشن عشان يتفكك بسرعه، وبالتالي الماده الفعاله تدوب في البادي سكريشنز بسرعه وتدي لك تاثير سريع، فانا مش محتاج ان يبقى فيه بريشر سريع، هيبقى قرص سوفت بيحصل له ايه؟ بيديسنتجريت رابيدلي وبالتالي هيدوب رابيدلي وبالتالي هيديني تأثير سريع. قال لي كمان احنا بس بنبقى محكومين فيها شوية حاجات، انا حجم القرص بيبقى صغير مش كبير، فبالتالي حجم المادة الفعالة نفسه لازم يبقى صغير، مش هينفع استخدمها لانتيبيوتكس اللي هو تركيزها 1 جرام مثلا. تمام؟ لا لان اصلا المولد ده التابلت مولد احجامه بتتراوح من 60 مللي جرام ل 100 مللي جرام، فاحنا اخرنا ان حجم القرص يبقى او وزن القرص يبقى اراوند 100 مللي جرام يعني، فبستخدمها للبوتر دراكس للادويه اللي تركيز الماده الفعاله فيها بيبقى صغير. كمان احنا اتفقنا ان هي ابلايد فيها مينيمال بريشر، بنستخدم فيها ضغط قليل واحنا بنحضرها، وبالتالي هي بتبقى بيحصل لها ديسنتجريشن بسرعه، بتبقى ريدلي and completely soluble in water، بتدوب بسرعه وتدي لك تاثير بسرعه. مميزاتها طبعا ان بيحصل لها ديسنتجريشن بسرعه في وجود المويتشر او في وجود الووتر. من مميزاتها كمان ان انت تقدر في الصيدليه العاديه تقدر تتحكم في الكومبوزيشن بتاع المواد الفعاله بتاعتك، يعني انا ممكن احضر قرص بتركيز معين وقرص تاني بتركيز تاني وقرص تالت بتركيز تالت، انا بعمل التريتوريشن بنفسي وبملى الاخرام او بملى الفراغات بتاعه المول بنفسي، فممكن املى كل فراغ بتركيز مختلف عن غيره.
عيوبها طبعا ان حجمها صغير، فانا مش هينفع استخدمها غير للمواد الفعاله اللي بتدي تاثير بتركيز قليل، و فده ليميتنج اليوز بتاعها، ده محددني قوي فيها. وبيقول لي كمان اني من اشهر التابلت تركيزها ومن اشهر بولد التابلتس اللي لسه موجوده في الماركت هي السب لينجوال تابلتس زي المايكرو جلسرين تابلتس، تمام؟ الحاجات دي سب لينجوال، هي موجوده في الماركت باي نايترا، بس باي نايترا هو كومبريس تابلت، مش بتحضر طريقه المولدنج يعني، بس في مايكرو جلسرين. السب لينجوال تابلتس دي بتعمل ايه؟ قال لي انت بتحطها تحت لسانك، فانت عايزها تبدا تتكسر بسرعه وتطلع الدواء بسرعه، عشان اصلا انا عاملها كده عشان اتجنب البريس باس افكت، اتجنب تكسير الدواء نتيجه للبريس باس افكت، وكمان عشان ادي تاثير سريع. المايكروجلسرين تابلت بتستخدم في حاله الانجاينا، وبديها عشان تلحق المريض لما بيجي له الانجاينا الاتاك، يعني هو جات له خلاص الاتاك بتاعت الزبحه الصدريه، فانا عايز حاجه تلحقه بسرعه، فعايزها تتكسر بسرعه. فبيقول لي من عيوب البوند تابلتس ان هي هستخدمها للبوتن دراجز، بس هستخدمها في حاجات معينه، بس هي برضو كونها بتتكسر بسرعه دي ميزه وبتلحقني في مواقف معينه برضو. تعالى بعد كده نتكلم على تحضير المولد التابلتس، ونتكلم على المكونات اللي بستخدمها في المولد التابلتس. اولا البيز او الديلوينت او الفيلر، واللي اتفقنا ان هي حاجه بتستخدم عشان تزود الحجم شويه بتاع المواد الفعاله بتاعتنا. لو استخدم ماده فعاله تركيزها قليل قوي مش هينفع اعمل لها مولدنج، مش هينفع اثبتها لوحدها، فبستخدم حاجه انورت، حاجه ملهاش تاثير، هتزود لي بس الحجم بتاع القرص بتاعي. طيب بيقول لي مود التابلت جنرالي بريبيرد باي ميكسينج اكتف دراج سبستانس او اكتف فارماسيوتيكال انجريدينت ويز ا بيس ويز ا ديلوينت او ويز ا فيلر. الفيلر ده بيبقى ريديالي ووتر سوليبل وي دونت ديجريد ديورينج تابلت ليبريشن، هو هيدوب بسرعه ومش هيتكسر وانا بحضر التابلت بتاعتي. طيب مين اللي بنستخدم الشوجرز زي اللاكتوز والديكستروز والسكروز والمانيتول؟ دول من الابروبريت ديلونتس او من الابروبريت فيلرز، بيتوافق فيهم شو طبعا ما بيتكسروش ديورنج البريبريشن وريديالي ووتر سولد. اللي مين اللي بيستخدم اللاكتوز؟ اللاكتوز انرت ستيبل ورابيدلي سوليبل، بس في احيان كتير قوي ما بنستخدمش اللاكتوز لوحده، بنستخدم اللاكتوز مع من 10 ل 20% سكروز. ليه؟ لان السكروز بيساعدني ان انا اطلع فيرمر تابلت، بتبقى تابلت متماسكه شويه عن لما بستخدم انرت، ما بيفعلش ستيبل، ما بيتكسرش، وريديالي سوليبل ان ووتر، بس بنستخدم معاه غالبا من 10 ل 20% سكروز عشان القرص اللي طالع يبقى اجمد شويه. المانيتول بيستخدم عشان ليه بليزنت تيست، ليه طعم حلو وكولينج سنسيشن، وبيضيف سويتنس في الماوث، بيضيف طعم حلو للقرص بتاعه. وقلنا زي ما اتفقنا ان احنا مينلي بنستخدم اللاكتوز، وبيبقى معاه من 10 ل 20% سكروز عشان القرص اللي طالع يبقى متماسك اكتر. طب احيانا الادويه بتاعتك بتتفاعل مع الشوجر، انا بستخدم ماده فعاله هتتفاعل مع اللاكتوز والسكروز والمانيتول اند سو، طب هعمل ايه؟ قال لي هستخدم ديلوان تاني غير الشوجرز دي، هستخدم مثلا بريسيتيت كالسيوم كربونيت، بريسيتيت كالسيوم فوسفيت، او الكاولين او البيتروفايت، هستخدم ديلوان مختلف عن الشوجرز بتاعتي. طب الحاجه الثانيه هي المويستنج ايجنت، مويستنج ايجنت زي ما كنا مثلا في الريسيت جرانيوز بنعمل مويستنج ب 95% الكحول، هنا انا هستخدم مويستنج ايجنت، هستخدم ماده تخلي المواد بتاعتي اللي هو الديلوان مع الماده الفعاله يتماسكوا ويكونوا لي ماس، يكونوا لي عجينه، العجينه دي اشبه بالبلاي دو، اشبه بعجينه الصلصال كده، فاقدر املى بيها الفراغات اللي موجوده في المول. طيب قال لي احنا ممكن نستخدم الموتور، بس الموتور فيه مشكله ان هو مش بيفابوريت بسهوله، كمان الموتور بيدوب الديلوينت اللي انت مستخدمه، تمام؟ انا مستخدم لاكتوز سكروز، الموتور هيدوبه. طيب فبنستخدم ميكتشرز من الكحول ويز ووتر، طيب بستخدمهم من 50 ل 80%
نسبة الكحول بتبقى من 50 ل 80%، يعني 50% الكحول 50% ميه، لغاية معاك 80% الكحول 20% ميه. احنا هنشتغل في السكشن ده ب 70% الكحول، يعني 70% الكحول مع 30% ميه. طب وظيفتهم ايه؟ الموتور بيدور جزء من التيوبرز فيخليهم يحصلهم ايه؟ ادهيرنج، فيخليهم يتماسكوا بايند توجذر، يتماسكوا مع بعض فيكونوا لي العجينه اللي اشبه بالبليدو، اشبه بعجينه الصلصال. ووجود الكحول، عشان الكحول سبيد اب درايف اوف ذا ليكويد، الكحول بيطير بسرعه، فبالتالي القرص في النهايه مش هيقعد وقت طويل عشان يحصل ايفابوريشن للليكويدز منه. انا محتاج اني بعد ما اعمل ميستوين، بعد ما اكون العجينه واملى الفراغات اللي في الموت، انا محتاج اني الاقراص دي تجف، تنشف الليكويدز اللي انا استخدمته ايفابوريت، يتطاير، عشان يديني فيرم تابلت، يديني تابلت متماسكه. فالالكحول هيطير بسرعه فهيديني اقراص متماسكه بسرعه. طيب بيقول لي طب ممكن تبقى مكونات القرص دي بتدوب بسرعه جدا في الميه، فانا مش هينفع استخدم هيدرو الكحوليك سوليوشن، مش هينفع استخدم ميكتشر من الكحول والووتر، فساعتها ممكن استخدم الكحول لوحده من غير ووتر، وممكن كمان استخدم سولفنتس ثانيه متطايره زي الاسيتون واتجنب استخدام الووتر اصلا. طيب كمان انت بتعمل مويستنج بهايدرو الكحوليك سوليوشن، مش هينفع اضيف هايدرو الكحوليك سوليوشن بكميه قليله. ليه؟ لان مش هيحصل بايندنج كويس. احنا اتفقنا ان الووتر اللي فيه هايدرو الكحوليك سوليوشن لازم هيدوب جزء من التشوجرز اللي انت بتستخدمها از ديليفنت، هيدوب جزء من اللاكتوز او الفكتوز اللي انت بتستخدمه از ديليفنت، وبالتبعيه هيحصل ان القرص هيبايند مع بعض، هيتماسك مع بعض. طب حضرتك استخدمت كميه قليله من الهيدرو الكحول سوليوشن كونت عجينه فرايبل، فبالتالي القرص اللي هيطلع لك في النهايه هيبقى فرايبل. طب حضرتك استخدمت هيدرو الكحول سوليوشن زياده، فالماس اللي طلعت عندك بقت ماس ويت قوي، ماس يعني مبلوله اكتر من اللازم، فيها ليكويد اكتر من اللازم، ده هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي لشويه مشاكل، اولهم اللونج دراينج تايم، ان السولفنت اللي انت بتستخدمه او الليكويد اللي انت بتستخدمه هياخد وقت طويل عشان يحصل له ايفابوريشن، انك بتستخدم كميه كبيره. كمان التابلتس هيحصل لها شرينكج، يعني انت هي كانت مفروضه عشان كان في ليكويد كتير، الليكويد ده لما يتطاير حجم القرص هيقل، لان الليكويد كان شاغل جزء من الحجم، فحجم القرص هيقل. ال طيب والماس اللي هتتكون في النهايه هتبقى هارد، تو هارد، يعني لو استخدمت لو اماونت هيبقى تو فرايبل، ولو استخدمت اكسس اماونت هيبقى تو هارد. طيب وانت عارف ان من مميزاتنا هنا ان انا عايز يسنتجريت بسرعه ويتوب بسرعه، فلما يبقى هارد لما يبقى متماسك اكتر من اللازم هياخد وقت اطول عشان يحصل له ديسنتجريشن، وبالتبعيه هياخد وقت اطول عشان يدوب، وده بيتنافى مع الايم الاساسي لتحضير المولد التابلت، الهدف الاساسي لتحضير المولد التابلت. بعد كده عندنا التابلت ريتوريتس بتتحضر في مولد شكله بالمنظر ده. طيب المولد ده يا سيدي الفاضل بيبقى متكون من تو بليتس، بيبقى متكون من الجزء اللي فوق ده والجزء اللي فوق ده، بنقول عليه الكافيتي بليت او الداي بليت، الجزء اللي بيبقى فيه الاخرام، الجزء الخارجي اللي بيبقى فيه الاخرام. والكافيتي بليت او الداي بليت ده بيقول لي it is the plate that has only holes، البليت اللي بيبقى فيه الاخرام. الجزء الثاني هو الجزء اللي تحت، وده اللي فيه الحاجات المدببه، وده يا سيدي الفاضل هو ايه؟ الجزء اللي فيه الحاجات المدببه ده، وده يعني ده الكافيتي بليت اللي فيه الهولز او الاخرام. الجزء اللي تحت اللي فيه الحاجات المدببه بنسميه البيج بليت، وده فيه بيجز او فيه بنز في الاجزاء المدببه. طيب التيبيكال داي قال لي ان هو بيبقى حجمه بيتراوح من 60 مللي جرام ل 100 مللي جرام، احنا في السكشن هنشتغل بال 100 مللي جرام مول. قال لي كمان في نقطة، تخيل معايا كده، هل الفوليوم بتاع الإخرام دي، بتاع الهولز دي، أو بتاع الكارتز دي
بيتغير في المولد الواحد؟ لا ما بيتغيرش، يعني هو في المولد الواحد مش هيتغير. طيب بما انه مش هيتغير، انا لو استخدمت مواد مختلفه هيطلع لي نفس وزن القطن؟ يعني انا لو مليت الهول، تخيل معايا كده انت عندك بوكس، البوكس ده طوله 10 سم وارتفاعه 10 سم وعرضه 10 سم، بوكس حجمه ثابت. لو انا مليت البوكس ده بالحديد، الوزن البوكس هيبقى زي لو مليته بسفنج؟ اكيد لا. لو مليت البوكس ده بحديد، وزن القرص هيبقى، وزن البوكس هيبقى تقيل. لو مليته بسفنج، وزن البوكس هيبقى خفيف. نفس الفكره هنا، الفوليوم بتاع الهول ده ثابت. فلو انت لو مليت الهول، لو مليت الكورم ده، او لو مليت الفتحه دي بحاجه تقيله مثلا زي الحديد، هيطلع الوزن تقيل. ولو مليته بحاجه خفيفه زي السفنج، هيطلع الوزن خفيف. بتاع الهول ده ثابت، والوزن يا سيدي الفاضل هيتوقف على حسب ايه؟ هيتوقف على حسب الماده اللي سيادتك مستخدمها عشان تملى بيها الهول. Weight of the tablet will depend on the nature of the material. The nature of the material. طيب كمان زي ما اتفقنا قلنا different bases، لو استخدمت bases مختلفة، لو استخدمت diluent مختلفة، هيبقى ليها densities مختلفة، ليها كثافات مختلفة، وبالتالي يا سيدي الفاضل وزن القرص اللي هيطلع عندك هيبقى مختلف وفقا لاختلاف المواد اللي حضرتك استخدمتها. استخدمت مادة تقيلة، وزن القرص هيبقى تقيل. استخدمت مادة خفيفة، وزن القرص هيبقى خفيف. هيبقى مختلف وفقا لاختلاف الدنستي او كثافة المواد اللي حضرتك استخدمتها عشان تملى بيها المول ده. زي ما اتفقنا المول او الكافيتي او الهول بيبقى ليه فوليوم ثابت، بس سيادتك لو استخدمت مادة زي الحديد، تقيلة زي الحديد مثلا، هيطلع وزن القرص تقيل. لو استخدمت مادة خفيفة زي السفنج مثلا، هيطلع وزن القرص خفيف. طبعا احنا بنضرب مثالين بعاد عن بعض عشان تتخيل يعني ايه في فرق في الويت. عشان كده احنا بنحتاج نعمل شوية عمليات حسابية كده تحت مسمى كوركشن فاكتور و الدي في او الديسبليسمنت فاليو، عشان نقدر نوصل للحسابات المظبوطه وفقا لوزن القرص المظبوط. دي هنتعرض لها واحنا بنعمل الكالكوليشن ان شاء الله. بنقول ايه بعد كده؟ قال لي البروسيدجر بقى، تعالى نتكلم على البروسيدجر، الخطوات بتاعتنا. لو رجعت لي فيديو في الشغل العملي هتبقى قويه شويه بالخطوات دي. اولا انا بوزن المكونات بتاعتي، انا عملت الكالكيوليشن بتاعتي ووعيت الكوليكشن فاكتور والديسبيسمنت فاليو، عملت حساباتي، عرفت محتاج قد ايه دراب ومحتاج قد ايه ديلوينت او بيز او فيلر. هوزن بقى الدراب والديلوينت بتوعي. طب بعد ما اوزن الدراب والديلوينت بتوعي، قال لي هعمل ايه؟ هطحن المكونات دي مع بعض، والمفروض في التابلتس بنعديهم تروسيف منقل لحجم بورز معين، لحجم فرام معين، بعدي منها البولدرز بتاعتي عشان اتاكد ان مفيش اي كراكيع او اي اجريجيتس او اي حاجه مكركعه في البولدر بتاعتي بعد ما طحنتهم مع بعض. بعد كده هبدا اعمل مويستنج، هبدا احط عليهم الالكحول بتاعي، واتفقنا ان احنا هنستخدم المره دي 70% الكحول، وبفضل احطها لغايه ما يتكون لي عجينه اشبه بالبليدو، اشبه بعجينه الصلصال. بعد كده هبدا اضغط الماس بتاعتي دي، هضغط العجينه اللي كونتها دي البليدو او الدور اللي كونتها دي في الكافيتس، في الخرام، في الهولز بتاعه المولد بتاعي. تمام. طيب وبعمل ده باستخدام روبر سباتولا، لان الستانلس ستيل سباتولا ممكن تعمل سكراتشنج للسيرفس بتاعت البيت، واحيانا بيستخدموا الستانلس ستيل سباتولا بس السيرفس بتاعها بيبقى فليكسبل شويه غير الستانلس ستيل سباتولا اللي معانا بنشتغل بيها في المعمل. طيب فانا
خلاص وزنت الديلوينت والبراند بتوعي، عملتهم جرايندنج كويس وعديت البرو سيف عشان اتاكد ان مفيش اجريجيتس. بعد كده هبدا اعمل لهم مويستنج ب 70% على الكحول لغايه ما يتكون لي قوام دو متماسك. بعد كده هبدا املا الكافيتس او الهولز او الفراغات اللي موجوده في المولد بتاعي، وبتابلاي بريشر بتضغط كويس. ويفضل تملى هول باي هول، يعني هملى الهول الاول وبعدين املى الهول الثاني وبعدين املى الهول الثالث اند سو اون. ما ينفعش تملى نص هول وبعد كده ترجع تكمل نص الهول الثاني، ما ينفعش املى جزء من الفتحه الواحده او الهول الواحد، ما ينفعش املى نصه وبعد كده استنى شويه وبعد كده املى النص الثاني، لان كده نص القرص اللي تحت هيبقى ابتدى يجمد بسرعه لان حصل ايفابوريشن للكحول اللي انا حاطه، وبعدين تيجي تحط انت النص الثاني عليه فبيحصل كابنج، هيطلع لك قرص مقسوم نصين. فانا همشي هول هول، فراغ فراغ، املاه كويس الاول وبعد كده اروح للفراغ اللي بعده وبعد كده اروح للفراغ اللي بعده اند سو اون. طب بعد ما مليت الكافيتس بتاعتي بالدو بالعجينه بتاعتي، قال لي هنستناها شويه يحصل لها ايه؟ يحصل لها شويه درينس، وبعد كده هبدا احط الكافيتي بليت على البيج بليت، هبدا احط الجزء اللي فوق بتاع المود على الجزء اللي تحت بتاع المود. فالبنز البروزات اللي موجوده في البيج بليت هتبدا تخرج لي الاقراص من مكانها، واسيب الاقراص بعد كده لغايه ما يحصل لها كومبليت درينس، اسيبها لغايه ما تجمد خالص او تبقى توتالي دراي. تعالى نبدأ مع بعض الأول بتحضير البلين مولدد تابلتس. نبدأ مع بعض بتحضير البلين مولدد تابلتس. بيجي لحضرتك التحضيرة بالمنظر ده ويقول لك حضر لي 30 تابلت. طب كمية اللاكتوز قد إيه؟ لا ما أعرفش، أنت هتحضرها. حضرها وفقا لإيه؟ حضرها وفقا للمولد كاباستي بتاعتك، وفقا ليه المولد اللي انت مستخدمه. القرص المفروض يطلع اراوند قد ايه؟ وانا بقول المفروض لان اتفقنا ان الوزن من القرص مش ثابت، بيختلف باختلاف البلوت. القرص المفروض يطلع قد ايه؟ احنا هنشتغل بالمولد اللي المفروض بيطلع لي قرص اراوند 100 مللي جرام، يعني 0.1 جرام. وزن القرص الواحد المفروض هيطلع اراوند 100 مللي جرام او هيطلع اراوند 0.1 جرام. هو بيقول لي حضر لي 20 تابلت بلين من ديلوان بس اللي هو اللاكتوز. تعالى نعمل الكالكوليشن سوا. اول حاجه هقولها لك، احنا دايما في الكورس ده هنحضر وجود اكسس. ليه اكسس؟ عشان انت ممكن تهدر حاجات، ممكن جزء من التابلتس ما يطلعش السيرفس بتاعهم مظبوط معاك، يتكسروا او ما شابه، وانت مطالب في النهايه انك هتسلم 20 تابلت 20 قرص، فيبقى معاك اكسس تقدر تتحرك فيه، مش جزء من التابلتس يتكسر معاك فتقف محتاج. طيب في الجرانيولز كنا بنحضر 25% اكسس، هنا هنحضر 10 اكسس تابلت. طيب وزن اللاكتوز اللي هستخدمه قد ايه؟ بص يا سيدي الفاضل، انت عايز تحضر 30 تابلت، بضرب ال 30 تابلت في حاجه اسمها النورمال مولد كاباستي. اللي هي ايه المولد كاباستي دي؟ احنا اتفقنا ان المولدز التابلت مولدز حجمها بيتراوح من 60 ل 100 مللي جرام، وقلت لك من شويه ان انا هنا هستخدم المولد اللي بيطلع قرص وزنه تقريبا 100 مللي جرام. طب الوزن التقريبي ده هو ده النورمال مولد كاباستي، ان المفروض ان المولد ده كاليبريتد انه يطلع لك قرص وزنه اراوند 100 مللي جرام، طبعا ازيد او اقل باختلاف حاجتين، باختلاف المانيفاكتشر بالعوامل التصنيعيه، ان ممكن تكون الهولز مش ستاندرد، مش متحضره، يعني مش متصنعه ايديال قوي انها تطلع 100 مللي جرام. الحاجه الثانيه ان اتفقنا ان لما يختلف الديليونس اللي انت بتستخدمه، الديليونس المختلفه ليها دينستس مختلفه، وبالتبعيه وزن القرص هيختلف شويه. بس في النهايه يبقى في حاجه اساسيه انت عارفها وهتبقى حافظها، مش هكتبها لك مني. انت عارف ان المولز اللي احنا بنستخدمها في المعمل هتطلع لي وزن القرص تقريبا 100 مللي جرام، وده اسمه نورمال مولد كاباسيتي. فيا سيدي الفاضل، انا عايز احضر نورمال مولد كاباسيتي 100 مللي جرام اللي هي تقريبا 0.1 جرام، حاول دايما للجرام في الحسابات بتاعتنا في الكورس ده.
حول الجرام ازاي. طب يا سيد فاضل، انا عايز احضر 30 تابلت، وزن القرص الواحد هيبقى 0.1 جرام، يبقى وزن ال 30 تابلت بكام؟ ال 30 سوري ال 30 في ال ال 30 في ال 0.1 اللي هي ال normal mold capacity. 30 هو number of tablets في ال normal mold capacity اللي هو بيعبر عن وزن القرص الواحد، هيطلع لك ان انت المفروض توزن 3 جرام. هنوزن 3 جرام لاكتوز، نعمل لهم جرايندنج، بعد كده نبدا نعمل لهم مويسترنج ب 70% الكحول لغايه ما يكونوا لي دول، لغايه ما يكونوا لي عجينه. بعد كده هبدا املا الكافيتس بتاعه المولد بتاعنا، و هسيبه حوالي نص دقيقة كده يحصل له براينس شوية. بعد كده هبدأ أحط الكافيتي بليت على ال، أو هسيبه شوية مش لازم هسيبه فترة، سيبه أراوند 5 دقايق ولا حاجة، يبدأ يحصل له براينس شوية. بعد كده هبدأ أحط الكافيتي بليت على البيج بليت وأطلع التابلت بتاعتي. طيب احنا متفقين ان المولد كباستي دي وزن تقريبي، وان باختلاف الديليمنتس او باختلاف المواد اللي انا مستخدمها عشان احضر التابلتس، المواد المختلفه ليها دينستس مختلفه، وبالتبعيه وزن القرص اللي هيطلع لحضرتك هيبقى مختلف شويه، مش كتير بس هيبقى فيه اختلاف، مش لازم يطلع 100 مللي جرام، ممكن يطلع 95 مللي جرام 99 مللي جرام، ممكن يطلع 102 مللي جرام مثلا. طيب وكمان قلنا ان ممكن في حاجه ليها علاقه بالمانيفاكتشر بتاع المولد اصلا، ان ممكن يبقى الهول مش ستاندرد، ممكن تبقى الهولز مختلفه عن بعضها، فبرضه مش هيطلع لي 100 مللي جرام شارب. عشان كده احنا بنحسب حاجه، بنعمل كاليبريشن للمولد بتاعنا، وبنعمل نحسب حاجه اسمها كوركشن فاكتور. بعمل كاليبريشن يعني ايه؟ يعني انا عايز اشوف المولد بتاعتي بياخد قد ايه، او بيطلع لي وزن قرص قد ايه وفقا لبيز معينه. يعني انا شغال بلاكتوز مثلا، انا اشتغلت التجربه بلاكتوز از ديليفري. طيب عايز اشوف وزن القرص اللي هيطلع لي من المولد هيبقى قد ايه؟ 100 مللي جرام بالظبط ولا اقل حاجات بسيطه ولا اكثر حاجات بسيطه؟ هو ده المولد كالبريشن، ان انا بدل ما بشتغل على النورمال مولد كاباستي بس، بعمل النورمال مولد كاباستي 100 مللي جرام، افترضت كده ان وزن القرص طالع لي 100 مللي جرام او 0.1 جرام، لا يا باشا انا هشوف وزن القرص الحقيقي اللي بيطلع لي قد ايه، واطلع حاجه اسمها ريل مولد كاباستي وحاجه اسمها كوركشن فاكتور. تمام كده؟ طيب فقال لي كاباستي اوف ذا مولد از كونفيرمد باي فيلينج ذا مولد ويز تشوزن بيز. انا جبت المولد بتاعي ومليته باللاكتوز بس زي ما عملنا في التجربه اللي فاتت، وتعالى نشوف بقى ايه، نحسب ما يسمى بالكوركشن فاكتور. قال لي يا سيدي الفاضل هنحسب الكوركشن فاكتور ازاي؟ انت حضرت في التجربه اللي فاتت بلين تابلت من بيز هي اللاكتوز، وعايز اشوف وزن القرص اللي هيطلع لي قد ايه. قال لي هعمل ايه؟ هات 10 اقراص تمام كده من اللي انت لسه محضرهم، اللي هم البلين تابلتس اللي موجودين متحضرين من اللاكتوز بس، ولسه محضرينهم من شويه، واوزنهم، اوزن 10 طراز. بعد كده احسب الافريج ويت، لو كل حاجه مظبوطه المفروض الافريج ويت ده يطلع 100 مللي جرام، المفروض الافريج ويت ده يطلع 100 مللي جرام. تمام؟ طيب بس احنا اتفقنا اني عشان اختلاف الديليونس، وعشان كمان المانيفاكتشر فاريشنز، ممكن القرص يطلع اقل من 100 مللي جرام شويه، ممكن يطلع اكتر من 100 مللي جرام شويه. فهنعمل ايه؟ قال لي هنشوف الافريج ويت اللي طلع لنا ده. الافريج ويت اللي طلع لحضرتك ده احنا بنسميه ريل مولد كاباستي، دي المولد كاباستي الحقيقيه وفقا للمولد اللي انت شغال بيه والديليونس اللي انت شغال بيه. يعني لو غيرت المولد هتطلع مختلفة، هيطلع وزن القرص الواحد مختلف، غيرت المود ممكن يطلع وزن القرص الواحد مختلف عن زميلك، ولو غيرت الديليونت على نفس المود برضه هيطلع وزن القرص الواحد مختلف وفقا للديليسي بتاعة الديليونت اللي انت مستخدمه. طيب يبقى انا حضرت 10 اقراص وزنتهم، حسبت الافرج بتاعهم، حسبت الافرج بتاعهم ازاي؟ اللي هو التوتال ويت اوف تابلتس على النمبر اوف تابلتس.
وزن الاقراص كلها على او مجموع وزن الاقراص لو توازن قرص قرص على اجمالي عدد الاقراص اللي هو 10، وده بيمثل الريل مود كاباسيتي في السيتويشن ده وفقا للمود ده ووفقا للفيريونت اللي هو احنا مستخدمينه اللي هو الاكتيف. طبعا مع زميلك اللي جنبك المود اللي معاه مختلف ممكن يطلع الافريج ويت معاه مختلف، وزن الاقراص معاه يبقى مختلف، وبالتبعيه يبقى الافريج ويت مختلف، وهنا هيبقى مختلف عشان المانيفاكتشرال فاريشن او الاندستريال فاريشن نتيجه الفاريشن في تصنيع المولز. طيب هحسب الكوركشن فاكتور ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، احنا قلنا القرص بتاعي المفروض يطلع 100 مللي جرام، انا مستخدم تابلت المولز كباستي بتاعته النورمال مولز كباستي بتاعته 100 مللي جرام، فالمفروض ان وزن القرص بتاعي يطلع 100 مللي جرام. طب وزن القرص بتاعك ما طلعش 100 مللي جرام، طلع 99، طلع 97 مللي جرام، طلع 103 104 105 مللي جرام. طب هنا في كوركشن فاكتور، هنا وزن الاقراص بتاعي بقى مختلف، فوزن اللاكتوز اللي انا هستخدمه ما بقاش 3 مللي جرام، بقى اقل شويه او اكتر شويه حسب وزن الاقراص بتاعي، فلازم احسب ما يسمى بيه الكوركشن فاكتور. هحسبه ازاي الكوركشن فاكتور ده؟ الكوركشن فاكتور بيساوي الويت اوف 1 تابلت على النورمال مولد كاباسيتي، وزن القرص الواحد اللي هو طلع لي مثلا 95 مللي جرام على النورمال مولد كاباسيتي اللي هي 100 مللي جرام. يبقى تاني احنا ليه بنحسب كوركشن فاكتور؟ قلنا عشان في عاملين، انا مستخدم مولد بيطلع لي قرص وزنه 100 مللي جرام، بس ممكن يبقى فيه اندستريال فاريشن، فالمولدز اللي عندي الكافيتيز اللي فيها تبقى مختلفه عن المولد اللي مع زميلي، فبالتالي هيبقى فيه ويت فاريشن برضه في النهايه لان حجم المولد اختلف. طيب طبعا الاختلافات بتبقى بسيطه مش كبيره زي ما اتفقنا. الحاجه الثانيه اني لو انا مستخدم لاكتوز بس وحد تاني مستخدم لاكتوز في 20% سكروز، وزن القرص عندي هيطلع مختلف عن وزن القرص عن غيري اللي بيستخدم ميكتشر من اللاكتوز والسكروز عشان الدنسيتي بتاعه المواد اختلفت. لو حطينا دراج وزن القرص برضه هيطلع مختلف، ففي فاكتورز بتطلع او وزن القرص مختلف عن انا عن زميلي عن الستاندرد اللي المفروض يطلع اصلا اللي هو 100 مللي جرام، فلازم نحسب ما يسمى بالكوركشن فاكتور. نحسبه ازاي؟ حتى 10 اقراص من اللي انت محضرهم، طبعا 10 اقراص يبقوا ايديال يعني يبقوا كويسين، ما يبقاش في قرص متكسر، ما يبقاش في قرص السيرفس بتاعه بايظ كده. طيب وهعمل ايه؟ قال لي اوزن ال 10 اقراص دول، وبعد ما توزن ال 10 اقراص تعمل ايه يا سيدي الفاضل؟ تعمل تجيب الافريج ويت بتاعهم، هقسم وزن الاقراص على عدد. بعد كده اعمل ايه؟ هجيب الافريج تابلت ويت اللي انا لسه مطلعه ده واقسمه على النورمال مولد كاباسيتي، فيديني ما يسمى بيه الكوركشن فاكتور، دي ما يسمى بيه الكوركشن فاكتور. طيب تعالى بقى يا سيدي الفاضل نقول بقى ايه هستخدمه ازاي الكوركشن فاكتور. تعالى نقول ايه بقى النورمال مولد كاباسيتي بتاعت حضرتك 100 مللي جرام يعني 0.1 جرام. هنتخيل كده ان انت حضرت الاقراص ولما جيت وزنت ال 10 اقراص بتوعك ما طلعش وزنهم 1000 مللي جرام، طلع وزنهم 990 مللي جرام يعني 0.99 جرام. طب حسبنا الافريج ويت، جبنا وزن القرص الواحد فطلع لي اللي هو هيبقى 0.99 جرام على 10 اللي هو وزن ال 10 اقراص على عددهم اللي هو 10، فطلع لي وزن القرص 1.099 جرام، ما طلعش 0.1 جرام زي المفروض يطلع، لا طلع 0.099 جرام. طيب بعد كده بحسب الكوركشن فاكتور بتاعي اللي هو بيساوي الويت اوف 1 تابلت اللي هو الافريج ويت، يعني الافريج ويت اللي احنا لسه حاسبينه هنا ده على النورمال مولد كاباسيتي اللي سيادتك حافظها ب 0.1، فطلع لي الكوركشن فاكتور بتاعي ب 0.99. طبعا الكوركشن فاكتور ده لازم ياخده بقى في اعتباري وانا بعمل الكالكيوليشن اصلا. تمام؟ طيب هنا ده رين مولد كاباسيتي، او انت لو عايز تحسب رين مولد كاباسيتي اللي هو وزن القرص الحقيقي اللي بيطلع لك ايه؟ وزن القرص الحقيقي اللي هيطلع لي من المولد بتاعي هيبقى بيساوي نورمال مولد كاباسيتي في الكوركشن فاكتور. تعالى بقى نعيد الحسابات بعنوية الكوريكشن. احنا هنا
انا كنت مطلع الريل مود كلاس 0.099 اللي هو وزن القرص الواحد 0.099، وهي الكوريكشن فاكتور لما قسمنا ده على 0.1 اللي هو النورمال مود كلاس طلع لي كوريكشن فاكتور 0.99. طب اعمل الكالكيليشن ازاي؟ احنا بنعمل حسابنا في 2 اكسس، انت عايز تحضر 2 في تابلت بلس 2 اكسس يبقى هتحضر 2 في تابلت. طيب التوتال اماونت اوف ديز بتساوي ايه؟ يا اما هضرب النمبر اوف تابلتس اللي هو 30 في الريل مولد كاباسيتي لو انا مدي لك الريل مولد كاباسيتي، او لو انا مش مدي لك الريل مولد كاباسيتي ومدي لك الكوريكشن فاكتور وانت حافظ النورمال مولد كاباسيتي، هتقول ان التوتال اماونت اوف ديز هناك كنا بنحسبها حسبناها النمبر اوف تابلتس في النورمال مولد كاباسيتي بس، لا ما ينفعش، انت عرفت خلاص ان في اختلافات، فهقول ان النمبر اوف تابلت في النورمال مولد كاباسيتي في الكوريكشن فاكتور. النورمال مولد كاباسيتي اللي هي 100 ملي جرام او اللي هي 0.1 جرام، والريل مولد كاباسيتي اللي هو وزن القرص الحقيقي اللي بيطلع لك من المولد ده لما بتستخدم المواد دي، لان هو احنا اتفقنا بيتغير باختلاف المولد وبيتغير باختلاف المواد اللي انت بتستخدمها، لان المواد مختلفه ليها دي مستخدمها. غالبا انت هتبقى حافظ النورمال مولد كاباسيتي وانا هبقى مدي لك الكوريكشن فاكتور فهحسب بيه القانون ده، ولو ما ادتكش الكوريكشن فاكتور هتعتبره بواحد. ماشي؟ طب اغلب الظن انا في الكالكوليشن انت حافظ النورمال مولد كاباسيتي اللي هي 0.1 جرام او 100 ملي جرام، وانا بدي لك الكوريكشن فاكتور، وفي حاله ان انا ما ادتكش هتعتبره بواحد. فهنا الدنيا اختلفت عندنا، النورمال مولد كاباسيتي 100 ملي جرام انت حافظها، يبقى التوتال اماونت اوف لاكتوز هتبقى 30 مللي جرام، هنا ضربنا 30 في 0.1 طلع لي ايه؟ 3 جرام، لا هنا هضرب ال 30 في 0.1 في الكوريكشن فاكتور اللي هو 0.99 فيطلع لي 2.97 جرام. يبقى تاني عشان ناكد على ده انا بحسب الكوريكشن فاكتور ازاي؟ جبت 10 تراس كويسين وزنتهم، جبت الافرج ويت وزن القرص الواحد، قسمت وزن القرص الواحد اللي هو الافرج ويت ده على النورمال مود كاباسيتي اللي هي 0.1 جرام طلع لي كوريكشن فاكتور. ولما اجي احسب التوتال اماونت اوف بيز هضرب النمبر اوف تابلتس في النورمال مولد كاباسيتي في الكوريكشن فاكتور بتاعي. طيب تعالى الحاجه الثانيه اللي هي الميديكيتد تابلتس. احنا في السكشن الاول هنقف عند البلين تابلتس، وهتحضر لي البلين تابلت من اللاكتوز بس، وهتحسب الكوريكشن فاكتور، تمشي الخطوات وتحسب لي الكوريكشن فاكتور بتاعك. طيب السكشن الثاني اللي هو الاسبوع الرابع ان شاء الله نشتغل الميديكيتد تابلت. نشتغل الميديكيتد تابلت بقى ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، قال لي ده الميديكيتد تابلت، هو قال لي انا عندي الايرن امونيوم سيترات في 10 مللي جرام، وده هو الاكتف فارماسيوتيكال انجريدينت بتاعتي، ولاكتوز كيو اس، انت هتحسب كميه اللاكتوز اللي المفروض تتحط. قال لي حضر 20 تابلت، واداني حاجه فيها اسمها دي في او اسمها ديسبليسمنت فاليو، هنشرحها بالتفصيل كمان شويه، بس انا عايزك دلوقتي تبقى فاهم ان الديسبليسمنت فاليو دي معناها ايه؟ يعني لما اقول ان الايرن امونيوم سيترات ليه ديسبليسمنت فاليو 1.5، ده معناه ان كل 1.5 جرام من الايرن امونيوم سيترات بيشغلوا نفس الفوليوم اللي بيشغله 1 جرام من اللاكتوز. ال 1.5 جرام ايرن امونيوم سيترات هيحل محل 1 جرام لاكتوز. طبعا الايرن اتقل، فبالتبعيه لما احتاج اشغل نفس الفوليوم هستخدم كميه اكبر. تمام؟ طيب 1.5 جرام من الايرن امونيوم سيترات هيملوا نفس الفراغ اللي بيملاه 1 جرام من اللاكتوز. تعالى بقى نعمل الكالكيوليشن بتاعتنا. احنا اتفقنا ان احنا بنحضر 10 اكسس تابلتس، ف توتال اماونت اوف بيس توتال اماونت كلها بتاعت البيس بتاعتنا بيبقى النمبر اوف تابلت في النورمال مولد كاباسيتي في الكوريكشن فاكتور. النورمال مولد كاباسيتي حضرتك حافظ انها 0.1 جرام، الكوريكشن فاكتور ما ادتهولكش فهتعتبره بواحد. فعندي 30 تابلتس اللي حضرتك عايز تحضرها اللي هي 20 تابلتس بلس 10 اكسس 30 تابلت في النورمال مولد كاباسيتي اللي هي 0.1 جرام في 1 اللي هو الكوريكشن فاكتور، فهيبقى عندي 3 جرام. طب حضرتك عندك دراج كمان، التوتال اماونت اوف دراج هو النمبر اوف تابلتس في الاماونت اوف دراج من ايتش تابلت. كل تابلت فيها 10 مللي جرام، التحضيره دي ل 1 تابلت، كل تابلت فيها 10 مللي جرام يعني فيها 0.01 جرام 0.01 جرام.
فهضرب ال 30 تابلتس اللي هو عدد التابلتس في كميه الدواء في القرص الواحد اللي هي 10 مللي جرام او 0.01 جرام، فهيطلع 0.3 جرام. طب هل انا ينفع احط 0.3 جرام على ال 3 جرام، اخلط ال 0.3 جرام على ال 3 جرام؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا كده مزود عن القرص الواحد. لو تخيلنا ان اللي باللون الموف ده هو اللاكتوز، واللي باللون الجراي ده هو الدراج بتاعي، فانت كده مزود الدراج اوفر كميه اللاكتوز. يعني 3 جرام لاكتوز لوحدهم هيطلعوا لي ال 30 تابلت، فانت حطيت فوق وزن ال 30 تابلت كاملين وزن الدواء، فكده الريشيو بتاعتك باظت. كده انت عملت دايليوشن. طب هعمل ايه يا سيد الفاضل؟ واحد هيجي يقول لي اطرح، اطرح ال 3 جرام من ال 0.3 جرام. طب يا ناصح، ما احنا قلنا من شويه فوق ان ده مش ابليكابل. ليه مش ابليكابل؟ لان ليهم دنسيتي مختلفه. يعني ايه ليهم دنسيتي مختلفه؟ يعني 0.3 جرام من اللاكتوز من الايرن امونيوم سيترات مش هتدخل مكان 0.3 جرام من اللاكتوز، هتدخل مكان حاجه مختلفه. ليه؟ عشان بص الريشيو اصلا في الاول كانت ايه؟ 1.5 جرام اي امونيوم سيترات هيدخلوا مكان 1 جرام من اللاكتوز، مش 1 جرام مكان 1 جرام، لا 1.5 جرام اي امونيوم سيترات هيدخلوا مكان 1 جرام بس من اللاكتوز. يبقى انا ما ينفعش اطرح الاي امونيوم سيترات من اللاكتوز دايركت كده. تعالى تخيل معايا، دي الدراج فري تابلت، دي البلين تابلت، حضرتك شلت 0.3 جرام من البيس، شلت 0.3 جرام من اللاكتوز، فشالوا حجم كبير كده. طيب هتضيف 0.3 جرام من الايرن امونيوم سيترات، الايرن امونيوم سيترات اتقل، فبالتالي بيشغل فوليوم اقل. فكده انت ستيل عندك فراغ كبير، فانت لو طرحت الثلاثه من ال 0.3 لا برضه الريشيو بتاعتك باظت. فاهم الفكره فين؟ ان ال 0.3 جرام من الايرن امونيوم سيترات بيشغلوا حجم اقل من اللي بيشغلوا 0.3 جرام من اللاكتوز. طب نحل المشكله دي ازاي؟ نحل المشكله دي ازاي؟ واحد ناصح هيجي يقول لي ايه؟ بسيط، انت هنا بتقول لي 1.5 جرام من الايرن امونيوم سيترات بيشغلوا مكان 1 جرام من السكر من اللاكتوز. طيب يبقى بوينت، نعمل كروس مالتيبيكيشن، 1.5 جرام ايرن امونيوم سيترات هيشغلوا محل 1 جرام من اللاكتوز، يبقى 0.3 جرام من الايرن امونيوم سيترات هيشغلوا قد ايه من اللاكتوز؟ بتضرب 0.3 وانا على الدي في، يعني قسمت وزن الدراج بتاعك على الدي في، هقسم وزن الدراج بتاعي على الدي في. جرب كده اعملها كروس مالتيبيكيشن، 1.5 جرام ايرن امونيوم سيترات يشغل مكان 1 جرام لاكتوز، يبقى 0.3 جرام من الايرن امونيوم سيترات يشغل مكان قد ايه لاكتوز؟ هتلاقي نفسك بتضرب 0.3 في واحد على الواحد ونص، يعني قسمت 0.3 على واحد ونص، قسمت كميه الدراج على الدي في، وبعدين هطرح الناتج اللي طلع لي ده من الثلاثه جرام. يعني احنا عملنا ايه؟ يعني انا اهو عندي البلين تابلت بتاعي، هشيل كميه معينه من البيز اللي هي بتشغل نفس الفوليوم. هحسبها ازاي؟ زي ما قلت لك كده، انا قسمت الدراج على الدي في، بعد كده طرحت الناتج اللي طلع لي من ال total amount of this، قسم ال 0.3 جرام على الدي في، وعرفنا ازاي جت من الكروس مالتيبيكيشن. بعد كده هطرح الناتج اللي هيطلع لي هنا اللي هو هيطلع 0.2، هطرحه من ال total amount of this. فهو بيقول لي ان بدل ما حضرتك روح شايل 0.3 جرام لاكتوز قصاد ال 0.3 جرام دراج، لا انا مش هشيل 0.3 جرام لاكتوز قصاد ال 0.3 جرام دراج، انا مش هشيل 1 جرام لاكتوز قصاد ال 1 جرام من الايرن امونيوم سيترات. انا شلت 0.2 جرام لاكتوز بس، لما تعمل كده هشيل 0.2 جرام لاكتوز بس قصاد ال 0.3 جرام من الايرن امونيوم سيترات. وده اللي حصل هنا، ان انا شلت كميه من اللاكتوز على قد الفوليوم اللي هيدخل يشغله الايرن امونيوم سيترات، على قد الفوليوم مش على قد ده. بنعمله ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، انت 1.5 جرام دراج بيشغله مكان 1 جرام من البيز. طبعا الدراج هنا هو الايرن امونيوم سيترات، البيز هي اللاكتوز، عشان الريشيو دي بيستخدم دي بتتغير باختلاف الدراج دلوقتي.
طب يبقى ال 0.3 جرام دراج هيشغلوا قد ايه من الديجيتال فويس مولتيبيكيشن؟ 0.3 جرام في 1 جرام على 1.5 جرام، يعني 0.3 جرام دراج على ال 1.5 اللي هي دي. هتقسم دايما وزن الدراج بتاعك على وزن ال على ال دي، والناتج اللي هيطلع هو اللي هنطرحه من التوتال اماونت اوف دي. تعال نشوف كده، دي كانت الحسابات اللي احنا عاملينها. التوتال اماونت اوف دي 3 جرام، والتوتال اماونت اوف دراج كان 0.3 جرام. بص بقى، انت عايز تحسب كميه اللاكتوز الفعليه اللي هتتحط. يعني انا لو حطيت 3 جرام لاكتوز مع 0.3 جرام، اتفقنا ان ده هيبقى عازل من الطبيعي والريشيو باظت كده، انت بخفف. طب لو طلعت 0.3 جرام من 3 جرام، اتفقنا ان ده برضو كده غلط، ما ينفعش، لازم نقسم ده على الدي في الاول وبعد كده نطرحه من ال 3 جرام عشان اجيب كميه اللاكتوز الحقيقيه اللي انا هستخدمها. الريل امونت اوف ديز او الريل امونت اوف لاكتوز هيساوي التوتال امونت اوف ديز اللي هي 3 جرام ناقص كميه الدراج اللي هي 0.3 جرام على الدي في بتاعته اللي هي كانت 1.5. وما تنساش وانت بتعمل العمليه تحط الاقواس بتاعتك مظبوطه، عشان لو مكان القوس اختلف الناتج هيطلع مختلف. فانا عندي التوتال اماونت اوف بيس كانت 3 جرام، طرحتها من الناتج اللي طلع من وزن الدراج اللي هو 0.3 جرام اوفر الدي في بتاعته اللي هي 1.5. فبدل ما انت كنت هتطرح دي من دي دايركت اللي كان هيطلع لك 2.7 جرام لاكتوز اللي هو اقل من المفروض تستخدمه، لا طلع لنا ان كميه اللاكتوز المفروض تستخدمها 2.8 جرام. زي ما اتفقنا احنا ليه قسمنا ده؟ ليه قسمنا 0.3 على 1.5؟ ده كان ناتج عمليه الكروس مالتيبيكيشن اللي احنا لسه شارحينها من شويه. طب تعالى نحسب الديسبليسمنت فاليو. انا ليه بحسب الديسبليسمنت فاليو؟ انا ليه مصدع دماغي ب 1.5 جرام لاكتوز، 1.5 جرام ايون امونيوم سيترات يشغلوا مكان 1 جرام لاكتوز؟ ما انا عندي القرص بيطلع وزنه 100 مللي جرام، فانا هطرح منهم 10 مللي جرام واستخدم 90 مللي جرام لاكتوز مع 10 مللي جرام ايون امونيوم سيترات وخلصنا على كده. يعني ليه؟ ليه بعمل الصداع اللي انت بتقولي عليه؟ بعمله عشان خلاص احنا اتفقنا اني انا ملزم بموت. الكلام ده كان ممكن يبقى حقيقي لو انت بتحضر كومبريس تابلت. لو انا بحضر كومبريس تابلت انا عايز القرص يطلع وزنه 100 مللي جرام، عايز احط فيه 10 مللي جرام دواء، فهطرح من الدنيا من 10 مللي جرام. بدل ما استخدم ال 100 مللي جرام كلهم لاكتوز، هحط 10 مللي جرام دراج و90 مللي جرام لاكتوز وهحبسهم وخلصنا على كده. انما احنا متفقين هنا ان انا شغال في مولد، والمولد انت بتحضر وفقا لفوليوم اصلا. انا شغال في مولد، والمولد انا بحضر وفقا لفوليوم. انا عندي الفوليوم هو اللي ثابت، تمام؟ طيب فانا بشوف الدواء عامل ديسبليسمنت قد ايه عشان اعرف اظبط الريشيو بتاعت الدواء دي اللاكتوز اللي هيطلع. فهمنا؟ ماشي؟ طيب the volume of tablet from a particular mold is uniform. يعني المفروض ان وزن القرص في المولد الواحد هيبقى يونيفورم. لما بستخدم نفس الفيلم مع نفس المولد المفروض ان كل مره هيطلع لي يونيفورم وزن ثابت. طب حضرتك الوزن ده احنا اتفقنا انه هيختلف نتيجه لاختلاف الدنسيتي بتاعت المواد اللي انت بتستخدمها، طب ما الدنسيتي بتاعت الدراج مختلفه عن الدنسيتي بتاعت البيز، مختلفه عن الدنسيتي بتاعت الدلوين، الدنسيتي بتاعت اوين الامونيوم سيترات مختلفه عن الدنسيتي بتاعت اللاكتوز في الاكزامبل اللي احنا شغالين بيه ده. فهنعمل ايه؟ لو انا طرحت من بعض وانا مفترض ان ده هيشغل نفس الفوليوم اللي بيشغله ده، هبقى مش دقيق. فلازم نجيب الديسبليسمنت فاليو، لازم اعرف قد ايه دراج هيدخل مكان قد ايه بيز عشان اعرف اطرح صح. ليه؟ لان احنا هنا بنحضر وفقا لفوليوم. تمام؟ طيب وزن القرص اللي هيطلع لي هنا مش هيبقى 100 مللي جرام. يعني لو افترضنا ان وزن القرص من اللاكتوز واحنا محضرين لاكتوز بس طلع معانا 99 مللي جرام، فلا وزن القرص هنا هيختلف، ممكن يطلع 102 103 مللي جرام، هيبقى وزنه مختلف. فانا لو حكمت نفسي بالوزن هيطلع الفوليوم غلط، فانا مثبت الفوليوم وبظبط نفسي وفقا للوزن.
الوزن. فانا هحسب الديسبيسمنت فاليو تاني، عشان احنا اتفقنا اني انا بحضر وفقا لفوليوم، انا بملى فوليوم ثابت الكافيتي او الهول او الفراغ اللي موجود في التابلت مود بتاعي، الفوليوم بتاعي ثابت، ولكن انا بملاه بمواد مختلفه، فطبيعي ان الوزن هيطلع مختلف، فانا مثبت فوليوم وبنغير فيه الوزن، فمحتاج احسب الديسبيسمنت فاليو. واعتقد احنا اوريدي فهمنا احنا بنستخدمها في الحسابات ازاي، وفهمنا اصلا اهميتها بالنسبه لنا في الحسابات. ده الاكزامبل بتاعنا، حضرتك لو شلت 1 جرام من البيز وحطيت مكانه 1 جرام من الدراكبوس ما شغلش نفس الفوليوم. يعني انت هنا الوزن مظبوط بس الفوليوم بقى غلط، كده الكافيتي بتاعك لسه ما اتملاش كويس، تمام؟ هيطلع قرص فيه فراغ، وده مش صح. احنا مثبتين فوليوم بنتحرك فيه وزن. طب displacement value معناها ايه؟ displacement value هي الـ amount of drug in grams that displaces 1 gram of base، هي كمية الدواء بالجرامات اللي هتحل محل 1 جرام من البيز. وأحيانا بيقولوها it is the amount of drug that displaces 1 unit of the 1 unit by weight of the base. يعني لو حسبت بالجرام يبقى بالجرام، بالملي جرام يبقى بالملي جرام اند سو. في حالة العيون امونيوم سيترات مثلا، لما قلنا الدي في بتاعته 1.5، اتفقنا ان ده معناه ان 1.5 جرام من الايون امونيوم سيترات displaces 1 جرام اوف بيز، هتحل محل 1 جرام من البيز، هتشغل نفس الفوليوم اللي بيشغله 1 جرام من اللاكتيت. الرول بتاعها عشان تقدر تحسب كمية البيز الحقيقية اللي انت محتاجها، وفهمنا ده واحنا شغالين التجربة. يعني ايه؟ يعني انا شلت 1 جرام من البيز بنفس المنظر ده، فهملى مكانه كمية دراج اكبر شوية، صح؟ اللي هي كانت مثلا في حالة الايرون امونيوم سيترات دلوقتي اللاكتوز، شلت 1 جرام من البيز كنت هتملى مكانه 1.5 جرام من الايرون امونيوم سيترات. طب هحسبها ازاي؟ بص يا سيدي، هي حساباتها بسيطة. أنت حضرت 10 دراج فري تابلت، 10 بلين تابلت، ووزنتهم، وده هيبقى اسمهم إيه؟ هنديهم رمز إيه؟ وزن ال 10 بلين تابلت هيبقى هنرمز برمز إيه؟ كمان حضرنا ميديكيتد تابلتس. ميديكيتد تابلتس دي كان فيها 10% دراج و90% ويت. انت حطيت 90 مللي جرام من اللاكتوز مثلا مع 10 مللي جرام من الايرون امونيوم سيترات مثلا، وجيت حضرت قرص، بس احنا هنكرر ده 10 مرات، هنحضر 10 اقراص كده. حضرت 10 اقراص فيهم 10% دواء وفيهم 90% بيز، يعني لو وزن القرص بتاعي 100 مللي جرام فيبقى فيه 10 مللي جرام من الدواء و90 مللي جرام من الديلوينت او البيز بتاعي. وهوزن ال 10 اقراص دول وهنظبطهم بالرمز بي. يبقى انا حضرت 10 بين تابلت ووزنتهم ورمزت لهم بالرمز ايه، وحضرت 10 ميديكيتد التابلت فيهم 10% دراج و90% بيز ووزنتهم ورمزت بالوزن ده بالرمز. طب دول مش فيهم 10% دراج و90% بيز؟ اه. طب ينفع اطلع وزن البيز لوحده ووزن الدراج لوحده؟ طبعا. بص يا سيدي، الريل اماونت اوف بيز بقى اللي هم 90% هتضرب الرقم بي، الوزن بي في 90 على 100، تمام؟ هضرب الوزن بي اللي هي وزن الميديكيتد تابلتس في 90 على 100، 90 بتمثل كميه البيز اللي احنا محضرينه كده في 90% بيز، وهرمز له بالرمز سي. جميل جدا. طيب كميه الدراج نفسها كام؟ ريل اماونت اوف دراج هتمثل بي في 10%، اهو التابلت دي في 10% دراج، فلما اضرب بي في 10 على 100 يديني الريل اماونت اوف دراج اللي كانت موجوده فيهم وارمزهم بالرمز دي. تعال نحسب الديسبيسمنت فاليو. الديسبيسمنت فاليو معناها ايه؟ كميه الدراج اللي بتعمل ديسبيسمنت ل 1 جرام من البيز، صح كده؟ كميه الدراج اللي هتعمل ديسبيسمنت ل 1 جرام من البيز. طب يا سيدي الفاضل، هنا فين كميه البيز اللي حصل لها ديسبيسمنت؟ كمية البيز اللي حصل لها ديسبيسمنت هي الفراغ الابيض الصغير ده، صح؟ هي دي اللي شلناها وحطينا مكانها دراج، يعني انا عندي البلين تابلت اهو. طيب شلت منه الفراغ الابيض الصغير ده ومليت مكانه دراج، مش كده؟ طيب يبقى كمية البيز اللي اتشالت هي عبارة عن A ماينس C. كمية البيز اللي اتشالت عبارة عن A ماينس C، صح كده؟ يبقى A ماينس C حل محلهم مين؟ دي.
نقول تاني، فين كمية البيزا اللي اتشالت وحل محلها اضراب هنا؟ كمية البيزا اللي اتشالت هي الفراغ الأبيض الصغير ده. طب أنا عندي وزن الفراغ الأبيض الصغير ده؟ لا، أنا ما عنديش وزن الفراغ الأبيض الصغير ده، أنا عندي وزن القرص كامل لما يبقى كله بيز، وعندي وزن القرص بعد ما شلت منه الفراغ ده. فلو انا عايز اجيب وزن الفراغ الابيض الصغير ده هجيبه ازاي؟ هطرح الوزن ايه؟ هطرح الوزن سي من الوزن ايه؟ اجيب ايه ناقص سي، صح كده؟ طيب ايه ناقص سي؟ مين اللي حل محلهم؟ مين دخل مكانهم؟ دخل مكانهم الضرب اللي هو الوزن دي. فانا هقول كده ان دي displaced ايه ماينس سي. الضرب حل محل الفراغ الابيض الصغير ده. طب انا ما عنديش وزن الفراغ الاول الصغير ده، هجيبه ازاي؟ هجيب وزن الكل ناقص وزن الجزء، تمام كده؟ وزن ده الكامل ناقص وزن اللي اتشال منه حته صغيره هيديني وزن الحته الصغيره، يبقى الدراج اللي هو دي عمل ديسبيسمنت، حل محل فرق الوزنتين دول عن بعض. طيب انا عندي الدي في يا سيد الفاضل، بعمل ايه؟ انا عايز احسب كام دراج عمل ديسبيسمنت الواحد جرام من البيت. فانا عندي هنا ده كله معبر بألفاظ كذا جرام حل محل كذا جرام بيز، هيطلع لك رقم دي وايه وسي دي ارقام. فانا عندي كذا جرام حل محل كذا من البيز، مثلا 0.3 جرام حل محل 0.2 جرام من البيز، 0.3 جرام حل محل 0.2 جرام من البيز مثلا. ده اللي كان حاصل في حاله الايون امونيوم سيترات، ان 3 من 10 جرام من الدواء اللي هو هيطلع لك مثلا الرقم دي 3 من 10 جرام من الدواء حل محل 2 من 10 جرام من البيز بتاعته. طيب انا عايز احسب بقى لما يبقى 3 من 10 جرام دراج حل محل 2 من 10 جرام من الدواء يبقى كام دراج هيحل محل 1 جرام من البيز؟ حضرتك تعمل الكروس مالتيبيكيشن دي اللي هو دي في واحد على A ماينس C هيطلع لحضرتك الـ DV بتاعتك. تعال نتخيلها بالأرقام بتاعتنا. تعال نتخيلها بالأرقام بتاعتنا. سي مثلا القرص ده طلع وزنه زي مثلا القرص ده طلع وزنه 110 مللي جرام، يعني وزن ال 10 اقراص هنا اللي هو ايه طلع 110 مللي جرام مثلا ووزن ال ده هنا طلع خلينا نقول معلش ده 90 مللي جرام، وزن ايه طلع 90 مللي جرام، ووزن البي هنا طلع مثلا 100 مللي جرام، وزن 10 تراس اللي هو بي طلع 100 مللي جرام، يبقى كده وزن 10 تراس اللي هو ايه طلع 90 مللي جرام في البلين تايم. طب 100 مللي جرام هتضرب 90 على 100 هيطلع السي ب 90، 90 مللي جرام. طيب وهنا هيطلع الوزن ب 10% هيطلع 10 مللي جرام. فاحنا هنقول ان 10 مللي جرام 10 مللي جرام عملت ديسبيسمنت قد ايه؟ ل ايه ماينس سي اللي هو 90 ناقص 90 ناقص 90 مش قد كده، خلي ده مثلا 95، نقول ان ايه 95، فهنا عملت ديسبيسمنت هيبقى 95 ناقص 90 هيطلع 5 مللي جرام، يبقى 10 مللي جرام ده عمل ديسبيسمنت ل 5 مللي جرام دي، يعني لو قلنا ده 95 وده 100 مللي جرام هيبقى هيطلع السي ب 90 مللي جرام وهيطلع الدي ب 10 مللي جرام، يبقى انا عندي هنا 10 مللي جرام ناقص 95 10 مللي جرام تعمل ديسبيسمنت اسف ل 90 ل 95 مللي جرام ناقص 90 مللي جرام، فهيبقى عندي ناتج ده هو 5 مللي جرام، فهقول ان 10 مللي جرام دواء عمل ديسبيسمنت ل 5 مللي جرام بيز. طب انا عايز احسب كام بيعمل ديسبيسمنت ل 1 جرام بيز، هتعوض هنا الدي دي بتساوي دي على A ماينس سي، تمام كده؟ طيب
نرجع نعيد تاني، انا هاوزن 10 بلوك 3 تابلتس والوزن ده بيمثل ايه؟ هاوزن 10 انديكيتد تابلتس والوزن ده بيمثل بي. عايز احسب الريل اماونت اوف بيز، احسب البي في البيز بيرسنتج، يعني لو كان الانديكيتد تابلت دي فيها 90% بيز و10% دواء، يبقى هضرب دي 90 على 100 فجيب وزن الريل اماونت اوف بيز اللي هي سي. عايز اجيب الريل اماونت اوف دراج في الانديكيتد سوزيتوري، البيز كانت وزن 90% يبقى الدراج بيمثل 10%. طيب يبقى هضرب البي وزن بي في 10 على 100 او ايا كان نسبه الدراج في البريسكريبشن بتاعتي كام، وده يبقى الوزن دي. ايه ماينس سي ديسبليسد باي دي، الكميه دي من البيز حصل لها ديسبليسمنت بالكميه دي من الدراج. طب انا عايز اعرف قد ايه من الدراج بيعمل ديسبليسمنت ل 1 جرام من البيز، فهعمل كروس مالتيبيكيشن فلاقي ان البي دي بتساوي دي دي على ايه ماينس السي. دي انا مش هجيبها لك تحسبها، بس هجيبها لك مساله مش مطالب منك تحسبها في الديسكربشن. انا في الديسكربشن هبقى مديك الديسبيسمنت فالي، بس هجيبها لك مساله، هعمل لك مساله تحلها حضرتك في المعمل. هديك وزن الاي الفري تابلتس تمام، او هتاخدها من البلين تابلتس اللي انت كنت محضرها في السكشن، وهديك وزن الميديكيتد تابلتس ونسبه الدراج في الميديكيتد تابلتس، نسبه الدراج ونسبه البيس في الميديكيتد تابلتس دي، واقول لك طلع لي يا باشا سي ودي واحسب لي انت الدي بتاعك. في نوتس، في شويه بريكوشنز لازم تتبعها في تحضير التابلتس بتاعتك. اولا انك لازم تعمل جرايندنج كويس، كمان بتستخدم 70% على الحب. دراي ماس ريزلتس ان سبرايبل تابلت، قلنا لو استخدمنا كميه قليله من الكحول هيريزلت ان دراي ماس او فرايبل ماس، وبالتالي التابلتس تبقى فرايبل. لو استخدمت اكسس هتطلع هارد تابلتس، بلس ان هيحصل لها شرينكج الفوليوم بتاعها هيقل. Fill the cavities gradually. املا كافيتي كافيتي، املا هول هول بالاخر، هول هول اسف بالاخر تمام، عشان انت لو رحت زي ما اتفقنا ان لو مليت النص اللي تحت بس من الهولز، وبعد كده رجعت مليت النص اللي فوق، هتلاقي حسب كابنج هتلاقي القرص اللي هيطلع لك مقسوم في النهايه. املا الكافيتيز كلها بشكل متساوي، ما يبقاش في كافيتي مليان على الاخر وكافيتي مليان قليل. المهم تطلع التابلتس على التابلتس كله مليان، مش مهم تملاني كل الكابتس وقتها الكابتس مش مليانه كويس فيطلع ناقصه عن الطبيعي. جود كومبريشن معناها ايديال تابلت هاردنس، والمفروض في النهايه ان احنا بنشيك على شويه حاجات، بتشيك على ان ليها سيرفس ريجولر، ما يبقاش السيرفس معرض، ما يبقاش السيرفس باين، السيرفس بتاعها مستوي سلندر وليه سيرفس مستوي. اكسس اوف كارينج، ما يبقاش القرص مقسوم. طبعا reasonable hardness، اتفقنا لو انت حطيت قلب حب كتير هيبقى حجم القرص صغير لان هيحصل له شرينكج وهيطلع قرص هارد جدا، ولو حطيت قلب حب قليل هيطلع فرايبل تابلت، فانا محتاج انه يبقى قرص متماسك فيه hardness كويسه. و presence of drug دي بنعرفها من لون التابلت بتاعتنا. ده كده كان شرح لاب 3 ولاب 4. لاب 3 هنشتغل البلين تابلتس بس ونحسب الكوركشن فاكتور، وفي لاب 4 هنشتغل الميديكيتد تابلتس ونتدرب مع بعض على حساب الديسبليسمنت فاليو بتاعتنا. تمام كده؟ طيب في يا شباب التوبيك ده توبيك ظريف لطيف، وان شاء الله تحضيره معانا يبقى سهل. نركز شويه في حسابات الكوركشن فاكتور والديسبليسمنت فاليو، نتاكد ان احنا فاهمينهم كويس، ولو في حاجه مش فاهمينها يا ريت نرجع نسال فيها. وختاما لكم مني كل سلام، وألقاكم على خير إن شاء الله في السكاشن.